السلام عليكم مجددا، حياكم الله جميعا. رح نتابع بأساسيات ويندوز 10. عندكم أي سؤال أو استفسار بالنسبة للجلسات السابقة أو الجلسة السابقة تحديد؟ طيب، احنا تكلمنا بويندوز 10 على مفهوم وظائف انواع نظم تشغيل مكونات سطح المكتب الجلسة الماضية، العمل على الويندوز، العمل على اطارات النوافذ، التعامل مع الملفات مجلدات، وتكلمنا بالنهاية الجلسة على اعادة تسمية الملفات او المجلدات، وذكرنا اربع طرق، منها انه نضغط زر الفار اليمين بنعمل اعادة تسمية، او من شريط الادوات او الرايبون وبنعطي اعادة تسمية، او نضغط F2 ونعطي اعادة تسمية، او في عندي خيار من ادوات الوصول السريع كمان فيني اعمل اعادة تسمية. طيب هلا في عندنا موضوع كلنا بنستخدمه، بس هيك نعطي بعض اللمحات السريعة. إذا أنا كنت بدي أنسخ سواء من مكان على كرسي الصلب، من مكان وحدة التخزين الداخلية يعني، أو لوحدة تخزين ملحقة مثل قرص مرن، مثل فلاش، مثل ذاكرة، مثل قرص صلب خارجي إلى آخره. فوحدة التخزين الداخلية مثلا من قرص لنقول ديل، أو بقلب القرص ديل من مجلد لمجلد، أو لفلاشة مثلا مثل ما هو شائع، أو لقرص صلب. حاليا القرص المرن ما بقى موجود، بس مين ذكر ك فينا نقول ذكر ماك، لا هو دائما بال منهاج الاي سي دي ال ذاك، لا قرص مع انه ما بعرف ايش، بس يعني بجوز لا يعطوا انه كان في شيء اسمه قرص. الفكره انه نحن بنحدد اول شيء، اذا حطينا بس ثانيه واحده تحت الجلد نعم نشتغل ف انا ما شايف. اي ملفات العمل اللي شايفينها حضراتكم امامكم، مثلا هاي ملفات العمل، اوكي بدي انقل مثلا مجموعه من الملفات. اذا انا بدي اعمل مثلا كوبي لهالملف، فبزر الفار اليميني وبعمل نسخ، او في طرق ثانيه من مثل من صفحه رئيسيه وباخذ كوبي نسخ. في فرق بين الكوبي ونسخ المسار، هلا بنشوف شو الفرق بيناتهم. طيب هون رح نكبر شريط الرايفون او شريط التبويبات. انتم شايفين الشاشه ما؟ شايفين الشاشه؟ نعم استاذ واضح. ايه استاذ واضح. اوكي. تمام استاذ. هلا اذا بدي انسخ هذا الملف كوبي زر الفار اليمين الى نسخ، او نسخ او كنترول شو سي، كنترول سي على السريع، هاي كنترول شو سي نسخ، كنترول سي بيحتفظ طبعا بالنسخه الاصل، بيحتفظ لي بالنسخه الاصل وين؟ بالمجلد الاصل بيحتفظ بالنسخه الاصل. يعني انا هون في عندي مثلا نسخه اصل وين؟ بملف العمل معالج النصوص، ملفات العمل مع معالج النصوص، تمام؟ هون بالورك فايل صار في عندي نسختين، هلا بدي احسب هاي النسخة. ظلت النسخة الأصلية محلها، حذفتها شيف ديليت انتر، الله معك. شيف ديليت انتر راحت على سلة المحذوفات. لا تنسوا النشايات لو سمحت، بحب قهوة يحضر قهوة، بحب المتة. بس أنا من أنصار الشيخ. والناس كيف؟ لا هو ما بحبه. ما قلتوا لي لا حذفني هاي، اوكي.
طيب انا بدي هون ارجع على هذا المسار اللي هون لورا واعمل كات، يعني قص قص في طريقه هي، في طريقه هي قص تمام، ورحت على المجلد الثاني هيدا انتقل الملف من المكان الاصلي لوين؟ لا من المجلد الاصل لمجلد شو؟ الهدف. طيب في طرق ثانية لهالموضوع؟ اي في طرق ثانية. اذا فتحنا نحن هون نافذة جديدة، اي نافذة جديدة؟ خلينا نحط هدول هيك الشاطرين، المجلد هون والمجلد تمام، هو نفس المجلد بس انا فتحته بشكل نافذة، فاي تغيير هون رح يصير هون. بس انا هون رح ارجع للخلف نلغي من هون العرض وله جزء المعاينة بس. لاحظوا هون بهالمجلد جزء المعاينة اختفى، بس في المجلد الثاني ما اختفى، يعني أنا هون خلال جزء المعاينة. فهو كل نافذة إكسبلورر بتعامل معه بشكل شو مفصل. طيب إذا بدي أعمل من Work File، يعني هلأ هذا الملف بدي نقله من هون لهون، فيني أعمل سحب وإفلاق. هون عمل سحب وإفلاق يا جماعة، عمل نقل ولا قص؟ هون فيني الغي كمان العملية، فيني اعمل بوست للايقاف مؤقت يعني تمام للعملية، فيني هون الغيها. هي نسخ الويندوز القديمة ما كانت موجودة، نسخ الويندوز القديمة ما كانت موجودة. عملنا هون هيك سحب وإفلاق، اعطاني نقل الى ملف وليس كوبي، يعني رح ينقل لي اياها. نقول يا مال شكله علم، خلينا نشوف في الحالة وضعات النظام علق. طيب الغية هي عمول نفس القصة بس ياخده أخذ عمول هيك سحبه أكلاد له تمام. طب هي سحبه أكلاد له، سحبه أكلاد له. لاحظوا المجلدات مختلفة، يعني هون لو اني على هون مجلد ورك فاي يعني بقلبه لهذا وفتحت الحلقه، طبعا انت ما فينك تعمل هيك. نعم اللي مجلد الوجهه هو نفس مجلد المصدر الغاء. رجعنا لهون حطينا المجلد هذا المجلد حطيناه تمام، صار عندي شو مجلد. طيب في شيء اسمه نسخ المسار. شو يعني نسخ المسار؟ يعني اذا حاط هيك ورحت على صفحة رئيسية وقلت لكم نسخ المسار، ورحت يا جماعة للمسار، هي حذفناه تمام؟ قلت له كنترول V. هلا هو حاطط لي كونتيشن، طبعا هذا نسخ المسار مثل أنا بدي أبعث لكم إياه مثلا. وأنا على الشات رح تشوفوا إنه في صار عندكم المسار. والشورتش الاقتصادية، دورة مهارات الحاسوب، بألف ملفات العمل، بألف كذا. يعني هون الـ D تمام، الكمبيوتر الشخصي D، بعدين مشروع رشد، بعدين نهاية السواقة. هون عندك مجلد 2 3 3 مجلدات هو نسخ لي هون. طيب إذا أنت بدك تروح بشكل مباشر على شو بدك تسوي؟ هي كنترول V، بدك تشيل كوتيشن من الأول وتشيل كوتيشن من شو؟ من الآخر، من دون ما تاخذ أي سبيس. إذا أخذت سبيس الأخير ما في مشكلة، فتح هيك تمام. رحنا لهون لهذا المجلد اللي أنا فيه هلا، اللي أنا فيه هلا حددت أي مجلد بدي، مثلا هذا ملف
هذا الملف، عمل له هذا الملف اعطيني سخي مسار الليلة، هيدا الملف من سخي المسار، فبقول له نسخ المسار. بدي يلصقوا بلصقوا، بس بدي يعني هلا لو اضغطهم يفتحي انترنت، يبحث بالانترنت. ليش؟ لاني هم في كوتيشن، كوتيشن شرط التنصيص يعني. هلا في طرق ثانيه للنسخ واللصق، في طرق ثانيه لحكي احكيهم بس على السريع يعني. طرق ثانيه شو هن؟ هذا المستند مثلا او عده مستندات، هذول الاربع العده مستندات، في عندي شيء اسمه نسخ الى، عامل لي نسخ الى وين المستند اللي انت لك تحطه هذا المستند. فمثلا رح نفترض بمستند في الورك فايل، تمام، او كل اختيار موقع، عامل لي وين انت على جهاز الكمبيوتر، والله فرضا على سطح المكتب وبل انشاء جديد. هون احسن ما مثلا تمارين مهارات حاسوب، تمام، وبقول له نسخ. فرق بين نسخ المسار ونسخ الملف العادي، نسخ المسار هو عم يأشرك بس على المسار وين موجود الملف لتقدر انت توصل عليه، اما نسخ الملف انت اخذت كوبي عنه ورحت لصقته بمكان ثاني مثلا على الفلاشه، مع مثلا الفلاش ما بتقدر تنسخ مسار، تمام يا انسناد. هلا لو رحنا على سطح المكتب رح نشوف في عندنا مستند اسمه هون، اذا كبرت مشان تشوفوا الايقونات بشكل يمكن اكبر احسن. تمارين شفت بقلبهم هون. طيب بدي اعمل تراجع عن هالعمليه، يعمل تراجع من هون، اوكي، تراجع رجعوا محل ما كانوا، ننسخ عنوان اسم المسار فهي ننسخ لك العنوان. لو رحنا لهون يا جماعة مرة ثانية مثلا بدنا نعمل نسخ أو بنعمل قص. هلا إذا بدي أعمل نسخ إلى فأقوم بختار شو مجلد، مجلد هو تماري، احتفظ بالنسخة الأصل ولا لا؟ احتفظ فيها، هاي نسخ، تمام. هون عندك النسخة الأصل الثالثة ولا لا؟ الثالثة. لو رحنا لهون على سطح المكتب، هذا المكتب في مجلد اسمه تمام، طيب فينك تتراجع كمان، فينك تضغط كنترول زد بيعطيك تراجع، في بزر الفار يمين فينك تقول تراجع عن نسخ، يعني بالنهاية طرق كل الطرق تؤدي إلى روما. بدك تعمل قص، فينك تعمل قص بالطريقة العادية، وفينا نعمل نقل إلى من هو اختيار الموقع، وبختار تمارين مهارات الحاسوب ونقل. هون بس عملت شلت الملفات الأصل وحطيتها وين؟ مكانتها بالمجلد الأصل، مصدر للمجلد شو؟ الهدف. لاحظوا هون وين راحوا؟ تمارين صاروا. بدك تعمل تراجع عن النقل، إله تراجع عن النقل كنترول شو؟ سيف. بس ما تطفي الجهاز او تعمل لك 10 حالات بعدين تقول له تراجع عن، ما بي ما بيتراجع، تمام. هاي حالات النسخ واللصق والقص. شو الفرق بين النسخ والقص؟ مين بيشرح لنا؟ مفتوح المايك عندي. النسخ تبقى النسخة الأصلية، ناخذ نسخة عنا. القص يعني شلناها للنسخة الأصلية ما بقيت موجودة. الله يعطيك العافية. طبعا في كمان خيارات إضافية هون فيكم تشوفون. لاحظوا هون بس على السريع، ما رح نغوص في الموضوع على السريع مثل ما بيقولوا. لاحظوا هون في شيء اسمه محفوظات، فتحناها تمام. هلا هون في عندنا مثلا بنقول بدأ
حطينا عن مثلا المستند، اي مستند بتريده انت، اي ملف بتريده حط. لاحظ اعطاه خيارات من هون منفتح، اعطاه خيارات شو منفتح، بينما تفتح محفوظات فرجي اي خيار فعله هذا، فبتعمل فتح له فتح او البحث في مايكروسوفت ستور. هون بيعطيك خصائص هذا المستند، معلومات عنه، مين انشاه، شو تاريخ الانشاء، شو اسم البرنامج يفتحه، شو الحجم، شو الموقع، شو تاريخ التعديل، امتى شغلته اخر مره. بيعطيك هون في شيء اسمه سمات، اذا هذا المستند مثلا انت بدك تخلى بس للقراءه فقط فبتخلى السيمه هون للقراءه فقط موافق. اذا انا فتحت المستند ما بقدر اعدل عليه، ليش؟ لان المستند للقراءه فقط غير متاح للتعديل. لاحظوا هون شو بدي اقول، والله عم يطول الأوفيس. لما الواحد يكثر إضافات فبتطول النسخة لحتى تعرف. يلا يا صاحب تمام، لاحظوا هون شو قال لي، طريقة عرض محمية كن حزنا قد تحتاج تم تمكين التحرير. انتظر شوي، هلا إذا قلت له تعديل، إذا قلت له تعديل ما بقدر أعدله، ليش؟ لأنه شو كاتب لي فوق هو للقراءة فقط، للقراءة شو فقط، ما بقدر أعدله. لو إنه هو تمام، بس لا بقدر حق لو عملت له حفظ ما بيحفظ. فتح لي حفظ بس لانه هذا المستند قراءة فقط، ما بيحق لك انك انت تعدل عليه. نفس بدي اشيل هي خاصية، الخاصية اللي هي القراءة فقط، زر الفار اليميني وبقول له خصائص، شيل هي خاصية القراءة فقط وقول له طب. هلا واني فتحت الملف وعدلت عليه بيتعدل. طيب في عنا كمان خيار ثاني هون، لاحظوا في كمان من هون، اذا انت حطيت على فكره خصائص قراءه وقلنا له موافق، رحنا لهون وقلنا له ازاله الخصائص، فينا نزيل كمان كل الخصائص اللي محطوطه من الكاتب من غيره. هون ازاله ملفات، اذا انت بتريد ما حدا يعرف هاي المستندات مثلا تحديد كل موافق نفتح هيك. جهات الاتصال، خصائص، إزالة الخصائص، نروح على إزالة الخصائص، تحديد كل موافق، هون غير الخصائص لهذا المستند، خصائصه. لو رحنا على خصائص مرة ثانية المعلومات تختلف عن أول ما. طبعا هون بالنسبة للأمان تم الحصول على هذا الملف من كمبيوتر آخر فقط يتم حصره لإحماد الكمبيوتر، لأني أنا نزلته من الدرايف عندي، ففيني أقول له إلغاء الحظر والتطبيق، ما بتطلع على الرسالة. طيب هي المحفوظات اللي فتحتها قبل شوي طولت، شو هذه؟ إذا أنا حاطط تكوين إعدادات المحفوظات، إذا أنا عامل مثل فينا نقول محفوظات الملفات يتم الآن بحث عن أقراص، هاي ممكن نحط إذا في شبكة فممكن نشغل هاي الخاصية. إذا في محرك للشبكة، هلا أنا ما اتصلت بالشبكة فما في داعي شلون الوقت. طيب هذا الخيار شو هو؟ مجلد جديد على عيني وراسي، هذا الخيار امبارح الجلسة الماضية حكينا عنه اللي هو كنترول شيفت ان، بيعطيك مجلد جديد. في خيار اللي اسمه عنصر جديد، عنصر جديد شو معناته؟ هذا الخيار عنصر جديد مثله مثل زر الفار اليمين لما بتقول جديد.
ففينك تنشئ انت مثلا مستند نصي، فينك تنشئ مثلا صوره نقطيه، فينك تنشئ مستند وورد، تفتح المستند وورد بعدين ترجع تعدل عليه، مثلا تعدل اسمه او من البدايه تعدل اسمه وتشتغل عليه، من البدايه تعدل الاسم تشتغل عليه. بسيط. هون عنصر جديد، هون مثلا نقول فرضا مستند نص، مستند نص مثلا نقول تحديث الاوفيس، هي تحديث. فانا هون ممكن احط معلومات كيف ممكن احدث الاوفيس، واقول له ما نعم حفظنا لاحظوا 1 كيلو بايت. بالنسبة لمجلد الوورد نفس القصة، استنى تقرير شهر 12 وفاضح الملف الكمبيوتر بده ريستارت بعد عملية النسخ اللي هلا مثل هلا هيك يتعذر اكمال اظن لان الملف مفتوح. عمود ضغط زر الفار اليميني مهام ودور وين وين يكون مفتوح الاولى بلا الجار حسب شوف البرامج عم تشتغل بالخلفيه هو. طيب الفكرة شو كان فكرة كمان فكرة الاختصار. أنا عندي هذا المجلد كثير بستخدمه اللي هو مثلا ملفات الدورة، مشان ما كل مرة أروح فيني أروح على المجلد وأفتحه، لا فيني هون أقول له أرسال إلى مثلا سطح المكتب، زر الفار اليميني اللي أرسال إلى سطح المكتب، هيك بكون عملت اختصار وليس نسخت المكتب. ورحت على سطح المكتب شفت اختصار اسمه ورك. هلا ما ضروري يعني ينكتب اختصار، هو لوحده بيكتب لك اختصار، فينك انك تعدل التسميه بس هي الايقونه بس شفتوها، هي الايقونه بس شفتوها، هي صوره الايقونه بس شفتوها، هذا السهم معناتها شو؟ معناتها هذا اختصار. زر الفار اليميني فينك تقول له فتح موقع المجلد، فتح لك المجلد موقع المجلد. بدك تفتح المجلد نفسه يفتح لك. تمام؟ حاطين احنا مجلد ملفين بيقل. نرجع نعيد الفكره الاهم جدا. هي ما عم ببعث لك فلاشة انا. زفت من هون. زفت وسكرت كل شيء. كبير دقه. ممكن على التركي بدون ما تحس بتحكي كلمات تركية أو إنجليزية تعود عليها. هلا هون هي ورك فايل، تمام ورك فايل بزر الفار اليميني أرسال إلى سطح المكتب. رجعنا لهون بتلاقيه. طيب في شيء إسا ممكن نحكي عنه، في هون فينك تعمل إنشاء اختصار تضمين في المكتبة، وين الاختصار مثلا؟ بالمستندات. بالمستندات. طيب كيف بدك تشوفه لهالحكي؟ ما نعرض له جزء المعاينة، عفوا جزء التنقل. جزء التنقل. في عندنا هون شيء اسمه مستندات. ها؟ حطينا بالبورد. تضمين في المكتبة
لازم يحطوه في المستندات مضمن في المكتبة. نور عم بتقول اختصار يسمح لك بتغيير الملف الأصلي على عكس النسخ. النسخ أنت عم تاخذي كوبي عن النسخة، بتعدلي النسخة الأولى، ما النسخة الثانية ما بتعدل. أما الاختصار بس عم يعني سهل لك عملية شو الوصول للملف، اسمه اختصار يعني عم تفتح الملف أنت الأصلي. لاحظوا هون شو عطاني، ملفات العمل معالج نصوص، وين المستندات، هاي المستندات لازم يكون مضمن بالمستندات. وين ضمن المستندات؟ ما شفت أنا وين ضمنها. نرجع للأصل، work file اسمه هذا المجلد، اختصار تضمين فيه فرضا إنشاء مكتبة جديدة. أعطوا كيف وين صارت مكتبة شو جديدة، المكتبات work file، شفتوا مكتبات work file تحت، صرت برو لهم فورا بتخلل. بدك تحسب هاي شيلة من المكتبة، حذف واحد. نرجع من أي الخطوة، في عالم يمكن ما فهمت. هون الضغط الأصلي ملفات معالجة، هاي مهارات الحاسوب لنقول مشروع رشد افتراضي. مشان أنا كل مرة روح على دي بعدين على مشروع رشد افتراضي، يا بعطي اختصار على سطح المكتب يا بحطه ضمن شو المكتبة. هلا إذا حطيت ضمن المكتبة لاحظوا عنصر جديد، اختصار إلى تضمين في المكتبة، وقلت له إنشاء مكتبة جديدة، إنشأ لي مكتبة. لاحظوا مكتبات، صار عندك شيء اسمه مهارات الحاسوب. بس ضغطت عليها، لو رحت لهون على جهاز الكمبيوتر على اليمين، لاحظ هون في شيء المكتبات مهارات الحاسوب. هاي مهارات الحاسوب بحق لك تنقلها وتحطها مثلا هم، اوكي تنقلها وين ما بدك. تضمين في مكتبة، نقل إلى libraries، إنشاء ارتباط، إدراج، حطه مثلا نثبتها بحيث تكون ثابتة بالأعلى. الفار يمين يقول له تثبيت مثلا في القائمة بالملف بالوصول السريع. فشو صار؟ صار عندك إيرور خلاص، واضحة؟ صار يعني مثلا اذا عملت يمكن ملف تعديلات ملف، طبعا انت عم تفتح الملف الاصلي الاختصار، انت عم تفتح الملف الاصلي ما عم تفتح هنا. هلا هون الاختصار، اختصار ما عم روح انسخ انا لما عملت هالاختصار هذا حطيته بالمكتبات، ما معناته انه انا والله رحت شلته بدي وحطيته بالمكتبات، لا هون عملت اختصار مشان شو تسهيل الوصول بس. هاي نقطة لو سمحتوا ما تخربطوا، يعني ما هو نحن ما عم والله ننسخ من مكان لمكان، لا انت لما تاخذ كوبي مثلا، انا عندي فرضا عندي دورة مهارات حاسوب مكثفة، وعندي دورة نقول لرشد، وعندي دورة مثلا لمنظمة يعني، تمام فرضا. فهون ممكن بدي اعطي افكار ما طنعتها مثلا فرضا، تمام، بسبب مثلا الوقت. فهون شو بسوي؟ بعدل على الملف اللي هو لرشد، وبترك الملف اللي هو مثلا للسيسجي فرضا، تمام. صار تحكي صوت، تفضل احكي صوت بعي يدي. تفضل. تمام استاذ، يعطيك العافيه. سؤالي تمام، انا معك بالنقطه اللي ذكرتها، انا عم بنشئ اختصار عم بسهل وصولي لهذا الملف
او للمستند انا بدي اوصل عليه. المشكله انا لما جهزت لما عدلت على هذا الملف، الملف الاساسي ايضا تعدل عليه. تمام، انا لما حذفت الاختصار انا بعرف انه الاختصار على سطح المكتب، اذا حذفته الملف الاساسي بضل موجود. فانا لما حذفت الاختصار الملف الاساسي اللي كان ضمن الملفات ايضا انحذف، ما رجعت لقيته ابدا. لحظة، معناته أنت بتكوني ما عاملة اختصار. عاملة اختصار، متأكدة من نقطة اختصار مستهم الأزرق الموجودة هاي الأيقونة هي اعتبارها عن نسخة أو اختصار. يا مستحيلة. هلا قبل شوي ها، هاي ما اختصار ورك فايل، تمام؟ ما اختصار هاي حددته هيك بدي تكون الأيقونة، هيك الأيقونة شكل الأيقونة هيك، هاي ديلي بس قبل مشان تتأكدي إنه هذا هو زر الفايل يميني. احنا له خصائص، وين موجود هو؟ هاي الهدف مجلد اصلا، هو عم بيقول لي وين مجلد الهدف، يعني فيني يفتح لي اياه مجلد الهدف. هذا مجلد الهدف، خلينا نترك على جنب مجلد الهدف، او خلاه هون على اليسار. سكرنا، شفتيه لهي هاي شيف ديليت انت راح مجلد الاصل ليك موجود، تمام؟ انت بتكوني بالغلط احيانا الواحد ما بينتبه، يعني هلا مثل هون عملنا هيك، عملتها هيك مثلا نسخ الى سطح المكتب، هي عملنا كوبي عنا، تمام؟ عملنا نسخة عنا، انا هي النسخة، ما هي النسخة على سطح المكتب، اشتغلت فيها كنت مفكر حالي انه انا عامل اتصال، لا، انتبه على اي هنا. طيب انت هون حددت حذفت، طيب انحسبت من هون لا، ليش؟ لانه انت هي نسخة وهي نسخة. والله العظيم الاختصارات ما بتلغي هي حلقتينا يا مين. طيب هي فلاشة، هي فلاشة ما كان لازم نحلف يمين مشان هيك شغلة، هذا من الأغلاط اللي واحد أحيانا بيوقع فيها. هي فلاشة حطيت الفلاشة أنا، تمام؟ عم يقول لي تحية الفرص، لا قل له الفرص. هلا هون في عالم يعني احيانا بتغلط في هيك غلط، يعني صراحه شو بتغلط؟ لنقول فرضا هذا الملف اللي هو تمارين مهارات الحاسب، انا بدي ابعته على الفلاشه، العفو زر الفار يميني وبقول له ارسال الى، تمام؟ هون في عندي يجب تحيل القرص في محرك الأقراص قبل استخدامه، أيوة، لأنه أنا هذا شو اسمه، هي فلاشة الفورمات، وين الفلاشة الثانية؟ فلاشة زر الفار اليميني أرسال إلى، تمام. هلا لو رحت لهون شوف على الفلاشه، اي فلاشه. طيب وين الغلط؟ ما حكيت انه وين الغلط. هلا هون عملت انا كوبي عنه، شو عايز؟ ما فهمنا زر الفار يميني، قلت له ارسال الى، اخترت الفلاشه اللي هي هون اتش، اللي هي انا من مفرغ الاجهزه عم اشتغل عليه النسخه اللي هي اخر اصدار من ويندوز 10، اصدار شهر 11 الشهر الماضي. العبرة بعدت الملف، فهم كأني عملت يعني نسخ ورحت وين؟ لصقته بال على الفلاشة. وين المشكلة بتصير؟ المشكلة لما أنت بتعمل اختصار، مثلا هذا الاختصار والفرض إنشاء اختصار، زر الفار اليميني إنشاء، وين إنشاء اختصار؟ وين هذا؟ شفتوا؟ هذا المجلد اذا ضغطت على بيفتح لي المجلد اللي هو تمارين الحاسوب، تمام؟ بيفتح لي هذا المجلد، هذا المجلد راح نحط فيه مثلا ملفات شوي لحتى هاي ملف باوربوينت، هاي ملف وينرار، هاي ملف فرضا مستند وورد. هذا الملف بيفتح لنا اياه اذا
نعم على اختصار، إذا حذفته رح في ناس شو بتفكر؟ إنه لنقول عنده اختصار من مجلد مثلا معين اللي هو مثلا فرضا هذا المجلد. زر الفار اليمين إرسال إلى شو؟ سطح المكتب. ما هو على سطح المكتب؟ شو بيسووا؟ بكونوا مثلا معدلين بلا كلمة اختصار هيك مشان تكون السيناريو أحلى. رحت انا مثل ما هو زر الفار اليمين قلت له ارسال الى تمام. شوفوا عليه راح ملف معرض النصوص وين راح له. طيب هلا شو اللي صار لو انه انا نسخته لهذا الاختصار تمام مثل ما هو الاختصار اللي هو هيدا يا جماعة لما انت تدخل على بيفتح المستند تروح انت على مثلا نقول على القرص اعطاك معالج النصوص تمام هيدا يا جماعة ما نسخ ما الملف تمام هذا ما الملف ما الملف هون فتح لك اختصار يعني لو رحت أنا على كمبيوتر تاني رحت على كمبيوتر تاني هو هيدا ما بيفتح لأنه هذا بس اختصار ضبطت ولا ما ضبطت لو أني أنا رحت وحطيت الجهاز بكمبيوتر تاني هون اختصار لما أنت بتنسخه بتحطه بمكان معين تمام هذا مثلا قصيته ورحت حطيت على الـ F حطيته على الـ H عن الاختصار بيشتغل لاني على نفس الجهاز بس عندك ما راح يشتغل يعني انا بعت لك هذا الملف هو اختصار ما راح تستفيد منه شيء ابدا ما بيفتح عندك فلا تخلط بين الاختصار والملف شو الاصل اوكي ما تخلط بين الاختصار والملف شو الاصل خلينا هسه طيب من كيف اختصار النسخ اختصار النسخ يا جماعة هو اكتبونا اختصار النسخ لما نقول اختصار يعني من الكيبورد كيف توصل له العفو يا أنسى كنترول سي شو بقيت الشباب اليوم تعبانين نعسانين الشباب يوم بس فاطمة وأثر مشاركة البقية شو ولا البطء من كيبورد او من موبايل استاذ فاضي سلامتك ايه الصوت عندي عم يقطع الصوت عم يقطع عند الكل ولا بس عند ايه واضح طيب كنترول سي نسخ كنترول اكس شو بيعطيني كنترول اكس خلص كنترول في شو بيعطيني لصق طيب كنترول زد شو بيعطيني تراجع كنترول واي كنترول واي شو بيعطيني كنترول واي شفتوا ما عرفت هذا اللي بياخذ شهادات وما بيطبق الشيء العملي ما بضل بيمارس كنترول واي تكرار التكرار وليس التراجع عن اخر عمليه تكرار يعني انا هلا اعطيكم مثال انا فاتح لكم هلا عملت هون كوبي تمام حطيت هاي
فرضا هي كنترول في، هي مع عملية بدي كررها 3-4 مرات كررية يعني. تمام، تراجع لوب، تراجع عن عملية عملية كده. اوكي، تكرار اخر عملية. اذا كنت عم تلصق مثلا لصقت، عملنا نسخ ولصق، فقل له كرر اللصق مثلا بعدة اماكن تكرار. طيب ننتقل للفكرة الثانية، حكيت عن المرة الماضية، في عندك طرق لعرض، في عدة طرق عرض للملفات بالويندوز، في عندي طريقة العرض القائمة، طريقة عرض الرموز الصغيرة والكبيرة، بيرجع لكم بالاختيار الأنسب حسب الحالة. أيضا في عندي شيء اسمه فرز، فينك تفرز تعمل يعني سورتينج حسب مثلا الاسم، فينك تعمل سورت حسب إذا كانوا فيها أرقام تصاعدي تنازلي. كيف يعني؟ يعني هيك، إذا هي ملفات عمل، أنت بزر الفار اليمين هي أيقونات كبيرة عشان تشوفوها، أو من العرض أيقونات صغيرة أو أيقونات كبيرة، هي أكبر أصغر من هي متوسط، بس مجرد حط أنت عليهم فهو بيعطيك الخيارات نقل بيناتهم. في فرق بين فرز وتجميع، لا تخربطوا بيناتهم رجاء. تمام، فرز وتجميع. يعني شو الفرق بين الفرز والتجميع؟ خليني بس طفلكم مثلا ملف اكسل او ببلوشر مثلا، وملف يا صديقنا العزيز اكس هذا ثاني، وملف اكسل. وين الاكسل؟ اكسل اكسل واحد. هلا لو حطيت ملف اكسل واحد مره ثانيه ما بيطلع، ما بيقبل، لاني في ملف اكسل ثاني. فانا هون بسمى مثلا نقول هل تريد بالفعل تسميه، حط لي واحد واثنين نسخه ثانيه يعني هون اثنين. حطينا يا جماعه فرص عم بيقول لي بدك تفرص حسب مين؟ قول له حسب الاسم. بدك تقول لي هي اذا كان عندي قائمه او تفاصيل انا بقدر بفرص منها، هي مظبوط تقدر تفرز منها، بس هي ما مفعلة إلا بالتفاصيل. أوكي، التفاصيل أو تفرز حسب الاسم. إذا كنت أنت أيقونات كبيرة عندها بدك تفرز، كيف تفرز؟ يا زر الفار يميني فرز حسب، يا بتروح لهون فرز حسب، نفس الشيء فرز حسب مثلا نوع، فرتب لك ياهن حسب النوع. فرز حسب الاسم، هي حسب الاسم. فرز حسب يا أخي تاريخ التعديل، فرز تصاعدي تنازلي برجع لك. في خاصية كتير حلوة بتقلك تجميع حسب، جمع لي هون حسب مثلا نوع. هون جمع لي ببلوشر، حط لي قالب وورد، حط لي هون مجلد، حط لي هون مستندات، ملف جي بي جي بنش. حلو إذا كان عندك ملفات أنت مثلا كتيرة وبدك مثلا تجمعهم مثلا بالداونلود، فرضا عندك ملفات كثير، فورا ممكن انك انت تعدل فيها، يعني توصل الملفات بشكل شو اسرع. في عندكم سؤال؟ طبعا هون فينك تضيف، حكينا المره الماضيه اذا كان مثلا عندك مجموعه من الصور فانت فينك تضيف حتى تاريخ الالتقاط مثلا الصور امتى. مثلا هون منضبط حجم كافه الاعمده، إذا كان عندكم مثلاً أكثر من صورة فهون ممكن الصور، هون مثلاً أكثر من صورة، هاي لقطات شاشة مثلاً، هاي لقطات شاشة نحطها برا. تمام، وبالمناسبة لقطات الشاشة يعني لما تضغط لحتى تنحفظ عندك، إذا أنت ضغط print screen ما بتنحفظ، إذا ضغطت print screen فاتح انت اي مستند نقول فرضا بدك تبعتها، هلا بعت لكم اياها مثلا تنبع على الوورد على الواتس تنبع، بس ما تنحفظ عندك بجهاز. لا تنحفظ عندك بجهاز بدك تكون ضاغط ايش
ضغط زر الويندوز برنت سكرين تمام، اخذ لقطه شاشه فرضا. فاضحين احنا هيك مثلا نقول فرضا وين الزوم هي لقطه الشاشه تمام، اخذ لقطه الشاشه ثاني لاحظوا لقطات الشاشه لو اني فتحتهم انا هي فتح. طبعا اذا انت عندك اكثر من برنامج كيف تفتح الملفات فيها بزر، مثلا عندك برنامج وورد وعندك برنامج رايتر مثلا، فبتقول له فتح باستخدام، فتح باستخدام لاحظ في هون فوتو، في عندك سكتش، في عندك رسام ثلاثي الابعاد، عندك رسام، فينك حتى مثلا تبحث عن برنامج ثاني. انا فتحت انا بالرسام رسام الضيف، حط لكم اشاره يا جماعه بتغيروا الاسماء من هالخيار، عملت هيك حفوظ، هاي حفوظ سيف فيكم تشوفوا جزء المعاينه مثلا، كبروا جزء المعاينه، الله اكبر الله اكبر، هي جزء المعاينة صار هون. طيب هي اللقطات الشاشة كيف بدنا نحفظها؟ خلينا نرجع على الصور. لاحظوا جمال كيف بصير. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيقونات كبيرة جدا شفناها. تفاصيل حط لك هون، لاحظ التاريخ والنوع والحجم والعلامات. بدك تضيف أعمدة جديدة مثل هلا تاريخ الالتقاط مثلا. لاحظوا تاريخ الالتقاط. هي الصورة تم التقاطها بتاريخ كذا 16/3/2020. لاحظوا تاريخ التعديل، تاريخ الإنشاء أعطاك خيارات. اضبط لي كافة الأعمدة هون أعطاك هيك. طريقة تمرير أفقي. لأنه نحن فاتحين مين؟ فاتحين جزء معين. بيعطيك خيارات قد ما بتريد، فينك خيارات إضافية يعني يمكن ما حدا بيستخدمه بالكون، في حن هون مثلا بالتاريخ التعديل، حد تعدل وقت سابق بالنسبة للملفات. هذه اللي ما حدا برأيي بيعدل يعني بيستخدم كل هالشيء، بزر الفار يميني قول له من هون مثلا هي الأبعاد. حاط لك كمان الابعاد، الابعاد شو بتفيدك؟ احيانا بيقول لك ارفع لي ملف حجمه مثلا نقول الابعاد اللي له مثلا 600 × 800 فرضا 1170 مثلا 600، فانت مجبور تطلع يمين على الابعاد بهالطريقه، بزر الفار يمين على الاعمده وقول له اعطيني الابعاد، حتى التصنيف اذا كانوا عاطين تصنيف للملف اللي هي نجمان عدد النجمات كم نجمة آخذ هذا الملف، ممكن أن بزر الفار يمين كمان مزيد. لاحظ كل هذول اللي قلت يعني إذا نحن حطيناهم يعني ما بتساعد الشاشة، حتى تخيل هون عم يقول لك وصف البرنامج، وصف الوميض، وصف قياس شدة الضوء، وهاتف خليوي إذا كان محطوط هون، مصدر الضوء، معدل البيت، طراز الكاميرا، صانع الكاميرا، صانع العدسات إذا كانوا مضافين، حقوق النشر، دقة، طبعا هذول كلهم ما مضافين لانه كلهم يعني هذول هلا نحن سويناهم من اصلا من قلب ال... بدك تشيلهم يا معلم، حدده، حدد ما بدك اياه وشيله، او في طريقه من مزيد هون اختار اللي ما بدك اياه مثل ما فعلتهم شيله.
نكتفي بهذا الجزء 56 10 دقائق ناخذ بريك الصلاة استراحة الصلاة يعني. طيب ممكن نحفظ لقطة شاشة برنامج رسام. برنامج رسام بتريدي لقطة شاشة تحفظيها بالوورد بالإكسل بأي برنامج بيقبل اللصق. كنترول بي تبع صح. هلا اذا لما تكون انتم عندكم ملفات يعني هائله يعني هذا شغل 5-6 سنين يعني. بس هو احيانا الواحد بيفتح مجلدات ما بيعرف شو فيها. بس ثانيه طبعا دائما بنقول يا جماعه خير يعني مثل ما بيقولوا قنطارة وقاية خير من شو. هلا واحد احيانا كمان بنظر يعني يعني كيف احيانا واحد لو اني مثل واحد ينصح ابنه بشغلات هو ما قدر يعني. هلا التجميع هون ممكن يكون مفيد كمان بهالحالة هاي لما يكون انت عندك ملفات مثلا كثيرة وتقول تجميع حسب وتقول له حسب انه الله عز محلاها بيذكار شرح الزوم مادة علمية كذا تحول رقمي ثقافة الأعمال تجارة إلكترونية. هي كورسات بعطيها أنا بي إم بي هي غير ال... يعني في كورسات بعطيها إلى علاقة جانب إدارة أعمال وفي كورسات إلى علاقة بجانب تحول رقمي أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات. درهم وقاية خير من قطاع علاج. يعني من البداية أنت رتب ملفاتك ترتاح. فاطمة الكلمة استاذ شو كت ما فهمت كيف عملنا. ممكن تعيد كيف عملنا لقطة شاشة نحفظ على الجهاز ولا لقطة شاشة بتحطيها بمستند؟ في فرق لأنه إذا أنت بتحطيها بمستند مثل المستند مثلا نقول الباور بوينت مثلا بس تضغطي برنت سكرين. برنت سكرين هاي لقطة شاشة صح تمام. إذا أنت في عندك مثلا نقول نافذة مفتوحة مثل هلا أنا الشاشة ها عم تفاطمة سألت لفاطمة شوي كلمة ما فهمتها فأنا قعدت شاط بدي أبعث لها إياها ما فهمت علي تمام ما فهمت علي. هلا ما تفكري فاطمة أنا عم أعطي مثال يعني. فبتضغطي Alt Print Screen. Alt Print Screen ياخذ للنافذة أو لأي Shift Print Screen يعني Shift Print شو عمل الله Shift Print Screen ياخذ الشاشه كلها هي بالاصل Alt Print Screen كاني انضغط شيء ثاني او الزوم عم ياخذها مشي الحال Alt Print Screen. فهي مثلا هي الكلمه ما فهمتها مثلا بدي اقول لها يا فاطمه هي الكلمه ما فهمتها بعد اذنك فضغطت انا شو Alt Print Screen انا كنت عم اضغط على الديلي ما عم انتبه عم اضغط الديليت ديليت 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 ما عم يعطي ما عم يستجيب. Alt Print Screen بيعطيني شو التقاط شاشه للنافذه ايش المفتوحه للنافذه المفتوحه النافذه المفتوحه. لاحظي انا حطيت اول شيء على الشاشه انتم ما شايفين الشاشه كعلى الشاشه يعني فاتح عده ايقونات لان بتشوفوني بنقر الفاره وما بتشوفوا شو عم يصير. طيب هي الكنترول بنام للزوم يعني لأن ما ضغطت هلأ هون حذف أنا هلأ مضغطت Alt Print Screen. Alt Print Screen تصوير النافذة نشطة تصوير النافذة نشطة. أما النقل الشاشة كلها كل شيء عندك بالشاشة Print Screen ما تخلط بيناته. في شيء ثالث شو هو اللي هو زر الويندوز
بيحفظ لك. هلا هون ما بيحفظ لك، هلا هون لو رحت على في شيء اسمه لقطات شاشه اللي هو بالصور، لاحظ بالصور في شيء اسمه لقطات شاشه مزبوط، ما بيحفظ لك اياها. لو اضغط برنت سكرين هي 100 مره اضغط برنت سكرين عم ينحفظ بالذاكره بس ما عم يحفظ لك اياها. بدك تضغط زر الويندوز برنت سكرين، زر الويندوز برنت سكرين، زر الويندوز برنت سكرين. شفت قديش عم اضغط زر الويندوز برنت سكرين، حفظ لي اياهم ك لقطات شاشه، برجع لهم ايه كانوا بدي. هلا بياخذوا اثباطات بقى، كل ما واحد حكى مع واحد شيء طلع له شيء على الشاشه بيكون ضغط زر الويندوز برنت سكرين حفظ له اياه. خير ان شاء الله. على فكره في برامج منهم الزوم اذا انت اخذت لقطه الشاشه بيعرف الزوم. لا لا ليش هيك؟ بدنا نزعل من بعض عمد. هي كبيرة كثير انك تشير الشاشة وانا بكون مشير الشاشة، معناته رح نوقف تشير الشاشة، رح نوقف الانوتيت. هي بموضوع التدريب كأنه يعني شغلة فظيعة انك تشير الشاشة لحد يشير الشاشة. المهم مثل لما تكون انت عم تسوق السيارة ورحت كسرت على واحد، فهي شغلة كبيرة لا لما عملت بدي اعمل تراجع كنترول زد. هلا عملت مثلا نقول انا نسخت شيء تمام، تراجع كنترول شو زد كنترول واي، ما معناته تراجعت مرتين. لا انا كررت اخر عمليه، يعني هلا مثلا افترض هون هي ملف، هذا ملف الرساله تمام، هذا ملف الرساله عملت انا لست لالي. شو عطاني هون؟ بيقول لي تراجع عن زيد، تراجع عن هالعملية، تمام؟ تراجع عن العملية. لصقته. تمام؟ ما لصقته؟ لصقته، ها. كمان بدي لصقه مرة ثانية. هون بعمل تراجع هي مرة، هي ثانية، هي مرتين بيكون. اوكي؟ لما بعمل تكرار، تكرار بيكون عمل إعادة شو؟ نسخ. تراجع جربوه جربوهم بس ما تخلطوا بيناتهم. زر لقطة الشاشة وين موجودة؟ بلوحة المفاتيح. زر لوحة المفاتيح بالعادة بيكون فوق سبيس جنب الديليت إذا كان باللابتوب، أما إذا كانت لوحة عادية بيكون فوق لازم يكون على ما بذكر يعني. هاي إذا حطينا لكم لوحة مفاتيح على الشاشة شوفوها. إذا تفتح لوحة مفاتيح على الشاشة ابدأ في عندك من هون في شيء اسمه برامج ملحقة، في عندنا من هون شيء عفوا دقة دقة ما برامج ملحقة لا صوت وصول، هون في شيء اسمه لوحة مفاتيح على الشاشة تمام. لوحة مفاتيح على الشاشة هون مثلا هي برنت سكرين، اخذ نقطة لسقر لصق اطلاق شفتوها هيها. من الكيبورد العادي لو بحثنا من الانترنت مكتوب لك يعني برنت سكرين بجوز بغير لغة، لو واحد مكتوب بالعربي بالانجليزي الله يبعث الخير بلش المطر. اختصار القلب برينت سكرين، فممكن يكون اختصار بي اس يعني هذا هو هذا الخيار ما بعرف وين بي بي ما بعرف بي بي ما مرر علي بجوز. هي الكيبورد الاساسيه المتعارف عليها الكيبورد 101. لاحظ البرنت سكرين قلت لك فوق سبيس. تمام؟ هذا اسمه زر البرنت سكرين. لما يكون بلابتوب مثل هاللابتوب مثلا
برنت سكرين هون مثلا ما حاطينه. هذا لابتوب تاني كوموند. والله هون في لابتوبات بدك تدور وين المكان اللي حاطينك يعني. هناك مثل ما قلت لك تفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، بس كستاندرد لازم تكون موجودة بالكيبورد برنت سكرين. هلا هون ليك ما موجودة مثلا، بس أكيد في اختصار لها ليك هاللوحة المفاتيح شغلوا ليك البرنت سكرين. ألوان ما ألوان ويك. طيب 7:04 وين وصلنا؟ طبعا باللغات بتختلف، بتختلف باللغات يعني. في احيانا كلمه برنت سكرين هي انجليزيه يعني، تمام. فيك تبحث بنمط لوحه الانفاتي شوف التكنولوجيا شيء يعني جد شيء رائع. حتى ممكن تسكر الكيبورد يعني، وحتى في منهم يجي وصله يعني اجزاء بيعطيك جزء ل اذا انت بتركب مثلا نقول ناملوك اللي هي جزء الارقام لوحده بتعطاه اضافه مثلا هيك. هي قديمه على الستاندرد عندنا. برجع بقول لك فينك تبعث لي اياها على الواتس بس لشوف لك لوحه المفاتيح اللي عندك اي سر. في خيارات ممكن يكون الله اعلم يعني، ممكن يكون لما بيكون حاطي لك عده ازرار مع بعض ففي زر اسمه زر الفانكشن، تمام. فممكن تفعله وتشوف ممكن يكون حاطي لك زرين له وظيفتين يعني. فممكن هلا اذا بدك تضغط، اذا حاطي لك مثلا زر على البرنت سكرين مثلا فرضا، فانت لازم تضغط مثلا فانكشن function زر الفانكشن، بس بدك تحط ايدك على الفانكشن يعني اصبعتك على الفانكشن وبعدين مع البرنت سكرين مثلا وشيفت فهون لحتى تصور مين نافذ المفتوح. هلا في طرق ثانيه لتصوير الشاشه، ايه في عندك هون اخذ لقطه للشاشه هذا جديد، خذ البعد اللي بدك يعني. هذا بستخدمه ما بستخدم نفس خلصنا هذه دايم ممكن حلو. وين البرنامج اسمه أداة الاقتصاص، حط أداة القطع أو سنيب كات ما بعرف إيش هذا سنيب أند سكتش. كمان هذه مرتبة وبتحلال وشغلة كبيرة. إذا أنت حبيت تشتغل فيها فينك تضغط زر الويندوز شيفت إس، زر الويندوز شيفت إس مع بعضهم هو بيعطيك الخيار. وهون بتعمل مثل سنابينج اخذ لقطه للشاشه وممكن تعدل عليه، تمام. هون ممكن تلصقها هيك. هذا الخيار برجع بعيد اسمه شيفت زر الويندوز شيفت اس، زر الويندوز شيفت اس. ما بتحب الاختصارات ما بتحب علة القلب كمان في عندك خيار تاني. شو عطانا زر الويندوز شيفت اس شغل لك يا هون اختصاص حر بسموه. ما بعرف اذا انتم عم تقدروا تشوفوا الاختصاص الحر، فانا اذا بدي الصقه رح يلصق لي اياها هيك. شوهنا الدنيا زر ويندوز شيفت اس. رجع مرة تانية هون ممكن حتى تحط قص نافذة جديدة. هاي النافذة نشوف شو أخذ. هاي النافذة كلها قصة. في الخيار فينك يعني كمان هذا سنيبينج أداة القطع أبسط اسمها أداة القطع بالإنجليزي
ممكن يكون قط مثل ماينا ك من اعدادات الحافظة تبعت النظام. بالمناسبة حافظة النظام كمان بتعدق اللي هو لما بتعمل نسخ انت. هلا بناخذ استراحة، ناخذ استراحة. اي محفوظات احفظ العديد من عناصر الحافظة استخدامها لاحقا، فينك تقول له تشغيل. هون بيعرض لك شيء سجل اسمه سجل المحفوظات اللي انت لما عملت حفظ فبتحتفظ فيها. كيف تحصل عليها؟ بالبحث حط الحافظة. هلا هذا الخيار اللي هو أداة القطع بتلاقوه هون يا جماعة بالبرامج الملحقة اسمه أداة القطع سنيبينج كات. سنيبينج كات هون الجزء اللي انت بتريده فينك تحط على هون ها حددوا تعمل نسخ له. اذا ما عملت نسخ ما بيمشي الحال. انا هون مثلا هي كنترول بدي اشرح لكم عن كنترول بانل لمين للزوم مثلا تمام. فانا ممكن باعداد الماده العلميه انا كيف مصور لهذول الشاشه اللي ظاهرين امامكم هذول كلهم بسنيبينج شو شوت او سنيبينج تو هذول كيف مصورهم كيف طالعين معي هيك من بفتح المجلد وباخذ ضغطة شاشة له قصة أو بالسنيبينج كات. في كمان شيء اسمه ما بدي شتتكم هلا. في شيء بحب في شيء اسمه كمان بس يعني شغلة متقدمة شوي برامج ملحقة. في عندك مسجل خطوات. مسجل شو الخطوات هاي ممكن كمان تستفيدوا. مسجل خطوات هذا حكينا عنه. استخدام الاختصارات حكينا عنه. استخدام مفاتيح الاختصارات حكينا عنه. استخدام قوائم مفاتيح حكينا عنه. شيفت ديليت حكينا عنه. التقاط صورة كامل الشاشة حكينا عنه. لحتى تظهر القوائم لأي برنامج مثل هون القوائم. هلأ ضغط تاب بس ضغط مثلا 5 ما بيشغل لك يعني. شو صار؟ والله ما فهمنا ولا شيء يعني. احنا باي برنامج هلا؟ الباوربوينت مظبوط؟ ضغط تاب طلع لي مجموعه من شو؟ من الارقام فوق ما فيني حرك الماوس، بس حركت الماوس راحوا. هون هيك هون ما راحوا لا لانه مشغل السوم انا. بس نقرنا نقرا انا قصدي بس نقرت نقرا خلاص بروح. press alt to show or hide meeting controls تمام. خليني بالزوم بالباوربوينت هي alt. ركزوا معي لو سمحتوا محطوط 1 2 3 4 5 ها؟ شو بدي من الارقام؟ هلا انا هون بدي افتح مثلا اللي هي تبويب دراج حرف شو عم يعطيني؟ انت فاتح بالعربي نزل ويندوز بالعربي نزل اصدار الاوفيس بالعربي يفتح بالعربي بالانجليزي يفتح بالانجليزي حرف اله قاطع حرف شو اله شو الانجليزي اغير اللغه حرف العربي اله هون ال اي حرف اله راح عمين على ادراج قال لي من ادراج شو بدك بقول له حبيبنا ضف لنا الصور فراح ضف لنا الصور هون لا استخدمت الماوس انا ولا شيء تمام طبعا هون منقل بقى بالتاب وبعله القلب مفهومه هي الفكره لا ما فهمش خذوا استراحه 10 دقائق بنرجع نعيد لهي الفكره سارة سؤالك وين بتروح لقطات الشاشة؟ في شيء اسمه لقطات الشاشة اللي أنت بتعمليها بزر الويندوز بنت سكرين هي بتروح على لقطات الشاشة اللي هي موجودة بالصور. أما لما تروح بتغطي بس برنت سكرين فهي لا إذا طفيت الجهاز راحت تمام؟ طيب نرجع وقفنا عند مين؟ عند إظهار القوائم في النوافذ المفتوحة غض النظر شو هي النافذة. الله يعطيكم العافية 10 دقائق استراحة أخرناكم شوي بالاستراحة بس عم نحكي أفكار ما فينا نقطع
10 دقائق وبنرجع ان شاء الله. هي شغلنا التسجيل. كنا عم نتكلم قبل البريك حول اظهار الشريط القوائم في نابذة مفتوحة. اي نابذة مفتوحة انت فاتحة، مثلا نحن فاتحين الباوربوينت، فاضغط على تاب حرف السين. هاي حرف السين، عميل حرف السين اي خيار بدك اياه، تبي له حرف الياء، شغل لي مش شريط شو من الشريحة الحالية. هاي انتهينا من الصوت شو شريط القوائم. ايضا اذا انا بدي نوافذ، كل شيء عندي نوافذ بالكمبيوتر بدي اعمل لها تصغير، فبضغط زر الويندوز ام. بعت لكم ان شاء الله هلا ليستا عن مجموعه، بس هون بدنا نكون طالعين من هذا. عمل اسكيب، وضع الخروج، عمل لون تصغير بالكل. هلا رح نفتح كام واحد هيك هيك، زر الويندوز ام عمل لون تصغير. طيب هذه الام من وين جاي بالانجليزي؟ ميني مايز، ميني مايز تصغير، ميني مايز. طيب لكن بدي على فكره باللاوعي بدي اضغط شيفت ال. اذا انت بدك تروح مثلا نقول دقيقتين ثلاثه على المطبخ، وبدك الاولاد ما يلعبوا بالجهاز، او انت بالمكتب وفي هيك عندك رفيق فسفوس ما بدك اياه يفسد شو فاتح انت، فشفت تضغط ويندوز ال. ويندوز ال، انا ما فيني اضغط ويندوز ال وانتم ما تضغطوا ويندوز ال لانه بيعمل قفل للشاشه. طيب انشاء مجلد جديد، هذا حكينا عنه، كنترول شيفت ال. قفل لوحه المفاتيح شو بيعطي؟ قفل لوحه المفاتيح، قفل لوحه المفاتيح شو الاختصار؟ شباب ما مع انا شكلي صوتي ما عم يظهر يعني. ويندوز ال، ويندوز ال. طيب طيب لحتى تظهر وتخفي قائمه ابداء شو بتضغط؟ زر الويندوز، زر الويندوز. لحتى تظهر معلومات النظام شو بتضغط؟ معلومات النظام بتضغط زر الويندوز بريك. البريك باللابتوب معنا نطلع على لوحة المفاتيح على الشاشة إذا كان ممكن نعرف وين البريك. هاي لوحة المفاتيح على الشاشة. في لوحة المفاتيح العادية في بريك، تلاقوا البريك، تلاقوا الجزء هون إذا فتحنا تلاقوا هون. هاي هو، لا ما هذه هي ألمانية كأني هلأ البريك، بريك بريك بريك، وين البريك؟ هون بوس بريك، تمام؟ ضغطوا هاي زر الويندوز والبريك بيمشي الحال، بيمشي الحال. هو فوق الأرقام، فوق الأرقام. عندي أنا بالنسبة للكيبورد اللي لي ما موجود اصلا، انا ما بستخدم زر الويندوز بريك في هاوم اند هاوم اند وبيج اب بيج داون. على كل الاحوال ما قصه، ممكن انت بدك تشوفه بهي الازرار اللي هي ازرار بسموه ازرار فوق ازرار التنقل. الفكره اللي بعدها لحتى تعرض سطح المكتب، تعرض سطح المكتب فينك تضغط سطح المكتب بالانجليزي ديسكتوب، معناته شو بدي يكون؟ دي ويندوز دي، عرضنا سطح المكتب ويندوز شو؟ دي.
إذا قفلنا لوحة المفاتيح كيف نرجع نفتحها؟ إذا قفلنا لوحة التحكم، والله ما فهمت لوحة التحكم. ويندوز ما لوحة التحكم، أنت لما بتقفل الكمبيوتر بتكون حاطه كلمة سر ويندوز ال وليس لوحة التحكم. قلت جهاز بس ما عمل تسجيل خروج. تسجيل خروج بيطلع لك من بيطلع لك من البرامج اللي انت فاتحها. ويندوز ال بتكون انت حاطط تمام في عالم بتطلع عنده البريك، بس على اللابتوب في بجوز في لابتوبات فيها بريك. انا بالنسبه لي ما في بريك عندي. نرجع لقصه قفل لوحه المفاتيح. لما قفل في نقول لما تضغط ويندوز ال، فانت لما تضغط ويندوز ال شو بيصير؟ بيقفل لك الويندوز، تروح ترجع تحط كلمه سر. لما بدك هلا نحن قلنا اذا زر ويندوز ام شو بيساوي؟ مينيمايز. ما في عندك خيار ثاني اللي هو ويندوز شيفت ام بكبر لك اياهم كلهم. احنا ما عملنا صغير، هلا ويندوز شيفت ام بيرجع بكبر لك اياهم محل ما كان. هذا خيار كمان حلو. هلا زر الويندوز اي بيفتح لك الانترنت اكسبلور، الانترنت اكسبلور بيفتح لك الاكسبلور اللي هو مستكشف الملفات، مستكشف الملفات اللي هو الاكسبلورر. ويندوز شو اي فورا ويندوز اي بيفتح لك اياه. تمام، هو جهاز الكمبيوتر يعني بالنهايه ويندوز اي. طيب اذا انت بتبحث بالملفات بدك تكون مثلا نقول فرضا بسطح المكتب وضغط كنترول او زر الويندوز اف يفتح لك هون الفيدباك عطاك. لو ضغطنا هون كنترول اف يا جماعه، ما كنترول اف، كنا عم نحكي ويندوز اف. ويندوز اف اعطاني هون ايش اعطاني الفيدباك. ويندوز اف فيدباك هاب طيب كنترول اف بيعطيك هون بدلوه لهي بدل الاف حطوا كنترول. في حدا زبطت معه ويندوز اف كنترول اف كنترول؟ طيب تختلف بين اصدارات الويندوز. بالنسبه للويندوز 10 هو كنترول اي. طيب اذا اردت البحث عن اجهزه داخل نطاق الشبكه فاضغط زر الويندوز وكنترول واف مع بعض داخل نطاق الشبكه. شو سوينا؟ زر الويندوز كنترول شو اف بحث عن اجهزه شو الكمبيوتر. طيب في عندك خيار ثاني كمان اذا اردت قراءه المساعد للويندوز زر الويندوز اف 1 يفتح لك زر الويندوز اف 1 اف 1 يا معلم. اللابتوب بدك تكون ضاغط على فانكشن بيفتح لك مساعد الويندوز. هلا عم يفتح لنا مساعد الويندوز، قال لك هذا how to search to help ويندوز 10 واهلا وسهلا و100 سلامة بيكون متصل بالانترنت. زر اللي هو زر الويندوز اف 1 اف 1 فورا بيقطعك على مساعد تعليمات او مساعد ويندوز. هلا من هون بذكر في كمان help كمان تطبيقات مساعد شايلين هون. في عنا نظام توب بس تعليمات كتبنا تعليمات
فسماع معلومات نقل نحاس، تحكم من التنقل هي النظام، تعليمات، تعطيك بحث. أي تطبيق أنت بتريد تحصل على مساعدة له بس ضغط اف واحد. إذا ضغط كنا مثلا بالفرضا بالباور بوينت ضغطنا اف واحد راح فورا على مين؟ على مساعد ويندوز. مساعد ويندوز هون تروح ما بتعليقات، لا في شيء اسمه تعليمات، هي مع التعليمات إظهار مثلا تعليمات. هون بيحمل لك التعليمات عن برنامج مين؟ الباور بوينت. فينك تبحث على أي شيء بتريده عنه. طيب شو في إسا؟ في عنا إذا أنت حبيت في عنا زر اسمه زر التشغيل، أو خيار أو برنامج اسمه تشغيل. ويندوز R يفتح لك إياه. في عندك بعض التعليمات تكتبها فيها. مثلا أي برنامج بتريد أنت مثلا معلق الجهاز، فاكتب إكسبلورر إنجليزي. بالانجليزي اكتب اكس لورا وضغط انتر، بيفتح لك جهاز الكمبيوتر ومستكشف الملفات. هاي زر الويندوز ار واكتب مثلا سي ام دي فبيفتح لك الدوز. زر الويندوز ار واكتب مثلا ام اس كونفيج. MS config هون بيعطيك مثلا كيف بتريد الإقلاع يكون. هون بيعطيك مثلا اللي هو system configuration اللي هو تهيئة النظام. إذا في إشي بتحب مثلا شايف بس تكون تعرف يعني فيه، تمام تعرف فيه، ما أني والله تروح توقفهم من دون شيء أبدا. مثلا هذا الخيار وهذا الخيار وقفوا فرضا، نحن ما رح نوقفنا. ستارت اب هون اذا انت بدك تعرف البرامج اللي عم تشتغل بداية التشغيل. مثلا انا عندي البداية التشغيل عم يشتغل هذا، اعمل له تعطيل. هون بعمل له هيك تمكين. هون الويندوز سيكيورتي نوتيفيكيشن تمكين تأثير بدء التشغيل كذا. هون هذا البرنامج تيستارت تعطي معطل تليجرام، هذا السي كلين السي كلينر الابيك بين كتاب لما بكتب على عطلتهم كلهم. هون رتبهم اعطاني مين فعال ومين ما انفعل. هذا الموضوع بيأثر على يعني اقلاع الويندوز. طيب في خيارات تانية مثل اللي كتبها الأخ عمار، تعطيك مواصفات الجهاز اللي هي ديكسيت إيش. هلأ في خيارات متقدمة أكثر هلأ بنحكي عنها، بس هاي التعليمة ديكسيت إيش عم يقلي هل تريد تحقق من كذا لو نعم. نشتغل شغلة تانية بين ما يتحقق لنا لأني أول مرة أفتح لها. اشتغل أعطاني معلومات النظام أو مثلاً وين شو نمط المعالج. نمط المعالج عندي كور اي 5 6200 في الجيل السادس، الذاكرة 8، شاشة العرض ام دي هي الذاكرة اللي لها وبس. طيب إنشاء سطح مكتب جديد. إنشاء سطح مكتب جديد حتى تقدر تشتغل عليه بتضغط بس بكل بساطة يا بتروح لهون. لا طبعا من هون فينك تضغط كمان خيار اللي هو بينقلك نهاية شريط المهام آخرته. إذا ضغطت فهو فوراً يعطيك خيار أنك مينيمايز لكل اللي مرشحك لسطح المكتب. سطح المكتب الجديد في عندك Alt Tab، فينك من هون تعمل سطح المكتب الجديد. أوكي Alt Tab بيعرض لك شو النوافذ المفتوحة حسب يسموها Timeline
ثلاثة كانوا الأول، هو أنا تاريخ فرمت في الجهاز ونزلت نظام تشغيل، بدأ دورتكم كان أعطاني شو عمل لي إحصائية عن البرامج المفتوحة. هون فيني أعمل سطح مكتب جديد واشتغل مثلا، نقول بدورتكم سطح مكتب، بالدورة الثانية سطح مكتب، أو إذا كان عندي كتير فاتح أنا فايلات أو مثل برامج، فأنا ممكن أفتح سطح مكتب جديد. أنا ما بدي أعمل سطح مكتب جديد، بدي أعمله بطريقة إنه Windows Control D. تمام؟ Windows Control D، هاي Windows Control وهي D، هذا سطح المكتب الثاني. إذا بتلاحظوا كل البرامج المفتوحة أنا شو عندي؟ عندي لا، هذا سطح مكتب ثاني فورا، هذا سطح مكتب مثلا هون باوربوينت، انت شايفين ها؟ لما فتح سطح المكتب الثاني شفته ولا ما بتوقع شفته؟ ما بعرف هي من خيار نشوف الواع عمل سطح مكتب، بس لازم يكون شيار لكم اياه. ظهر سطح المكتب ما في شيء ابدا، صح؟ الايقونات موجوده بس ما هلا مثل هون، لاحظوا اي لاحظوا انا في هون تطبيقات مشغله، في عندي الباوربوينت مثلا مشغله، تمام؟ حتى ال الله صل على محمد، الزوم انا ما اعطاني التحكم بالزوم بقى بسطح المكتب الثاني. هلا لو رحت لهون وضغطت زر الويندوز شيفت زر الويندوز كنترول، نقل بيناتهم كيف لاسطح المكتب، شو عم انا شايفين هلا؟ ما يعني انا عم نقله ولا ما شايفين؟ شايفين عم اضغط كنترول زر الويندوز والسهم اليمين او السهم اليسار، تمام؟ هلا بدي ارجع على سطح المكتب محل ما كنت انا، اوكي. هلا انا مثلا في شغلات ما بدي اعرضها امامكم، فانا ها رحت لهم، رحت جزال وزاري يا جماعة، يعني تمام. طيب لحتى تسكر انت سطح المكتب الحالي اللي انت نحن فاتحينه، هذا فرضا نحن نروح لهم كنترول زر الويندوز سهم نحو اليسار، رح نفتح مثلا فرضا مثلا يعني الوورد، فتحنا الوورد، هاي الوورد. لحتى انت تسكر هذا المستند اكيد بتسكره انت عادي بالاغلاق او بالالت اف 4، بس انا بدي اسكر كل سطح المكتب هذا، تمام؟ ما بدي يعني هلا اذا انا بدي انقل بيناته فيني انقل، هيك انتم هيك شايفين وهيك شايفين، هذا سطح مكتب وهذا سطح مكتب، تمام؟ بس لا، انا هذا سطح المكتب كله على بعضه بدي اسكره، فبضغط كنترول زر الويندوز اف 4، كنترول زر الويندوز شو اف 4، نقلني لوين؟ سطح المكتب هذا الثاني ما بقى موجود، انتقل يعني هلا راح اعدلكم اياها. هلا هيك انا ضاغط كنترول زر الويندوز ما بقى عم اقدر روح لعنده، ما بيسكر لي الوورد ما بيسكره، بينقل لي اياه وين؟ على سطح المكتب اللي انا فيه، تمام؟ اما اذا بدي اعمل سطح مكتب جديد زر الويندوز كنترول زر الويندوز دي، عمل سطح مكتب جديد، بدك تنقل بيناتهم كنترول زر الويندوز نقل بيناتهم مثل ما بدك. افتح التطبيقات اللي انت بتريدها، ان شاء الله تفتح مليون تطبيق، اوكي ما في مشكله. بس في نقطه مهمه هي هلا هون،
هلا انا بهذا سطح المكتب، اوكي؟ تحت انتقل لهون مثلا، عم يقول لي وين انت بدك تاخذ لقطه الشاشه، فانا باخذ لقطه الشاشه من المكتب الافتراضي الاول. بدك تنتقل للمكتب الافتراضي الثاني، بدك تعطاه اول شيء مثلا مهله، ثلاث ثواني، جديد، اخذ لقطه شاشه. والله هل ويندوز سليم؟ طبعا كثره اسطح المكتب اكيد بتاثر. طيب هلا اذا بدي اسكر انا هذا سطح المكتب، كنترول زر الويندوز F4، سكر الوورد؟ لا، هو سكر لي سطح المكتب. هو عباره عن سطح المكتب بس كرمال انه انت فينك تقول عندك مجموعه كبيره من البرامج انت عم تستخدمها، وانتقلت لسطح مكتب جديد مشان تقدر تتعامل معه بسلاسة أفضل. هاي الفكرة بشكل يعني مختصر. استخدام سلة المحذوفات حكينا عنه. بالنسبة لاستعادة العناصر، إذا رحنا هون على سلة المحذوفات، تعي يا سلة المحذوفات، تعي يا غالي، هاي سلة المحذوفات. زر الفار اليمين بتقول له افراغ سلة المحذوفات، عم لك انك في انت عندك عنصرين متاكد لك تحسهم، بتقول له نعم. هي سله المحذوفات. في عندنا هون مثلا هالمستندات، هي اذا عملنا سحب وافلات بتحطها بسله المحذوفات. زر الفار اليمين بقول له افراغ سله المحذوفات. رحت لهون، لاحظوا هون فيني احددهم ورشهم محل ما كانوا، بيصير سحب وافلات بعتهم على سله المحذوفات. طيب استعادة كافة العناصر، عم يقول لي انت متأكد؟ قل له نعم. شو سوينا؟ رجعنا. هي بالمختصر سلة المحذوفة بكل بساطة. تخصيص قائمة ابدأ بكل بساطة، يعني ما احكي عنه بالتفصيل، بس يعني فينك انت بكل بساطة اي برنامج انت بتستخدمه مثلا كثير. للأول انا عندي متصفح البريف بستخدمه، زر الفار يميني وبقول له يا معلم انت. طبعا هون كل برنامج بيعطيك كمان شو اخر الزيارات اللي انت زرتها لهذا المتصفح. حتى هون اعطاك مهام نافذه جديده او نافذه خاصه جديده. فينك تقول له تثبيت بالقائمه ابدا، لاحظوا وين راح. طيب بدك تنقله مثلا لقائمه معينه، هو اكسبلور مثلا بينقل لك يلا، بيقول لك ميت السلامة ما عندنا مشكلة. مايكروسوفت نيوز فينك تخصص انت هي الميزات، مثلا نقول فرضا رح نفتحها، هي مايكروسوفت نيوز فتحناها، يلا حي افتح. الله يرضى عليك، بعد ما حذفناها عم تقول لي افتحها. هو مثلا الإزالة، هون بلاي، هون شو مثلا بلاي، لنقول بدك تيك توك، ما بدي تيك توك لاني ما ناقصنا وجع راس. هون قل له مثلا نقول روبلوكس، يفتح لك مين؟ متجر مايكروسوفت بلاي او مايكروسوفت ستور يلي بدك اياه. فتحه، انت بتعمل شو؟ تنتظر شوي لحتى يفتح لك هذه الأيقونة بالتحديد. هلا بالنسبة لتشغيل الابليكيشن للموبايل، في دعم لبعض التطبيقات وفي دعم، في تطبيقات ما بتشتغل. هون فينك تقول له أيوة روبلوكس، تقول له جيت، تقول له شو جيت. حتى بيقول لك هذا النمط الألعاب مثلا هذا متوافق مثلا مع الموبايل ولا لا. لاحظوا هون available on PC، هون اخترت أنا نمط الألعاب مع مين؟ مع الموبايل. ما بدي كتير شو اسمه ادخل بالتفاصيل فيها، بس هون زر الفار اليميني مثلا على اي خيار انت، مثل هلا هون لاحظوا من الاكسبلور، قل له مثلا على غائن جزئيا، هون بيعطيك بالطقس، انا مخلي بس الطقس معدلون للبقيه. مئوي، اكتشف موقعي، فحط الموقع مثلا هون هتاي. ها
هاي هتاي والستارت. طبعا هون عطيني عطاني عنا زخات مطار، مع انه كانوا متوقعين اني كتير يكون شيء اسمه في هون بالليل هون بالنهار يكون مطر كتير، سبحان الله ما راحت المطرة لغير مكان. طيب شوفي استنى هون اذا قلنا اذا نثبت هذا نثبت مثلا الاوفيس مثلا هون بدي ثبت مثلا الاكسل، ففيني اعمل سحب وافلات هون حطها كمان بصير هاي لجنبها عادي جنب اختك. او بدنا نجيب كمان احنا الباور بوينت هذا ما فينا بلا الباور بوينت. يلا يا معلم باور بوينت وين انت حرف البيل بيل اي الباور بوينت او جنب رفقاتك عاد بدك تشيل واحد منهم مثلا سوليتير بدنا نشيله زر الفار يميني بتقول له هلا اذا قلت له الغاء التثبيت غير إزالة التثبيت من شاشة إبدأ، شو الفرق بيناتهم؟ إزالة التثبيت بيكون أنت أبعت البرنامج، شلته للبرنامج. طبعاً من هون فيكم تغيروا بالحجم، مثلاً تحط عريض، طلعت إيش صار. هون مثلاً حتى فينك تعطي كمان تقييمات، تثبيت لشاشة إبدأ مثلاً، تغيير الحجم مثلاً حطه متوسط. لا يا أخي أنا هيدا البرنامج بالتحديد البريف زلمة بحبه كتير وبدي يا يكون هم معطيك أكبر ما ضبطت معنا زر الفار يميني تغيير حجم كمان هم بس ليش السلوتير بالتحديد عطاني الحجم مثلا كبير ما فهم بجوز لأنه كوليكشن فيها مجموعة من التطبيقات قد يكون. طيب برجع بقول لحتى انت تعمل الانستل غير الابين فروم ستارت، يعني انا اذا رحت لهون ورحت قلت له فرضا للبريف قلت له ازاله التثبيت من شاشة ابدا ما بكون حذفت البرنامج، لا بكون شلته بس من وين من قائمه ابدا. طبعا قائمه ابدا فينك هيك تزيحها هيك بحيث يكون مثلا شكل مختلف فينك تتحكم فيها كمان لتحت لفوق تعرضها تحجمها. هذا الموضوع بيرجع على حضرتك او حضرتك تحب هيك تكون شكلها وتعبيها هيك كلها كمان بصير. يعني هون نقلهم لهذا نحطهم قائمة، فهي القائمة مثلا اعطيها تسمية جديدة تسمية مجموعة مثلا سميها شو بدك تسميها؟ مثلا تصوير برامج التصوير فهون شو بتسوي؟ تحط كل برامج اللي علاقة بالكاميرا أو بالتصوير أو بالاختصاص مثلا الشاشة مثلا هون بتحط برامج اللي علاقة فرضا بسكاي بي اللي علاقة بالاتصال هون مثلا ها هاي واحدة إزالة تثبيت مجموعة من شاشة البدء شلناها حطينا هون شيء جديد بدنا نضيف وين نضيف مين بدنا نضيف هاي سكاي حطينا تثبيت في شاشة البدء اصلا هو بشاشة البدء بس يمكن ما بنزله انا لا ليه حطينا لوحده حطينا ها سمينا مثلا برامج اتصالات والتواصل اوكي واتس انت حافظ لي حط بقى هون التليجرام مثلا ها اي خط تليجرام تليجرام انا بعتبره احسن من احسن البرامج. تليجرام بدك تضيفه على شريط المهام زر الفار يميني وقول له اكثر وهون تثبيت الى شريط شو المهام أنا زلم بحب السحب الإفلات هاي التليجرام عملنا هيك وقلو الخاصية اللي كنت عم حكيكم عنها اللي هي العلاقة بالتعليمات هي خاصية التيبس هلا تذكرتها التيبس تعطيك مثل
شو تيبس معناتها بالعربي بس ما موجوده بالانجليزي هي القصه. يعني هون بتعطيك مثلا لاحظ هون التيبس ويندوز كيبورد شورت كات 6 8 تيبس. هون بيعطيك مثل تيبس نصائح بعتقد اذا بتترجمها هذا معنى بيعرف الانجليزي تيبس ما معناته نصائح مثل هيك شغلات يوميا بيطلع لك عليه. هون مثلا عندك اوفيس تيبس مثلا تمام تيبس فور اكسل شغلات هيك مثل شغلات محروفه. هون مثلا تيبس ل هون مثلا از يور بي سي رانينج ليتل سلولي هل جهاز الكمبيوتر اللي لك بيشتغل ببطء. ليتس جو جوينج اقرا عن هالموضوع يعني ف ليتس جو خلصنا يلا ما اشتغل. او مثلا تيبس فور ريموت ليرنينج بيعطيك كمان خصائص حول هالموضوع بيفتح هو بس بيكون عم ينزل هيك فتح. طيب هي التيبس هون مثلا عم يقول لك انه انت نزل يو اس كولج ديسيجن هيلبر يا سلام هاد والله اول مره بسمع انا بس ما بتوقع باللغه العربيه مساعد قرارات مساعد مقصود مساعد للتعليم الإلكتروني. لو غيرنا اللغة من هون للغة العربية ما بعرف انتو هل حدا طلع عنده تيبس بالعربي عندكم تيبس بالعربي مين طلع عنده تيبس بالعربي نصائح هي طلع عندكم نصائح بالعربي اللي عنده نظام تشغيل بالعربي بيطلع ومضاد احسن من نصائح ومضاد عجبتني هاي الترجمه استاذ خالد ومضاد هيك احسن من نصائح هيك بتفرزهم كمجموعه طلعت عندكم بالعربي لا طيب اكتبوا تيبس اللي عنده ويندوز 10 اكتب تيبس تطلع عنده بالانجليزي هاي كل يوم مثلا ممكن انت لحتى تحسن مثلا شغله طبعا التيبس هون ممكن حتى تتحكم فيها واتس نيو في عم يعطيك سبع مقالات هلا حد علمي ما بعرف بالعربي انا ما بعرف اذا في بالعربي بس ما بتوقع إن شاء الله يكون في موجودة لا موجودة قصدي بالعربي موجودة التيبس هاي بالعربي موجودة عندكم بجهاز ويندوز 10 اللي عنده إصدار عربي بس إنه موجودة بالعربي هذا السؤال هذا هاي بالنسبة لتخصيص المجلدات حكيت لكم عنه الجلسة الماضية كيف بتخصص أنت هلأ مثل هون لاحظوا شلون السرعة زر الفار اليميني أو ممكن هون في عندك مجموعة من المستندات أو مجموعة فينا نقول من اختصارات من الإعدادات فينك تروح لهون عن نظام ما عن نظام يا أصلاح والله ما عن نظام لا ما عن نظام نظام ما تحكي هون طابع شخصي تمام في عندك هون شيء اسمه قائمة البدء اختيار المجلدات فعل خيارات بس أنا رح فعلكم يوم مشان تشوفوا شو عم يصير يعني لاحظوا هون هذول موجودين ما بدي غير فيه خلي الإعدادات موسيقى بلا صور بلا مقاطع شبكة خليها مجلد شخصي بلا شو صاروا ثلاثة ابدأ ثلاثة حيث أنا ها إذا نزلت لتحت صارت الأمور بس
ما تلميحات نصائح واقتراحات حول استخدام ويندوز هيك بالعالم موجودة. بس معنى يعني هلا معناته اللي عنده بالعربي نسخة نظام يكتب تلميحات حصول على تلميحات نصائح واقتراحات. هات نشوف إذا بتطلع عنده. ما هذه ما هذه مع هذه القصد عليها هذه شيء ثاني. هون إذا أنت حبيت تحصل على علامات أو ما بعرف ما عندي يعني تلميحات. حد يشير لنا الشاشة لو سمحتوا من عندكم. هاي راح أفصل الشاشة من عندي. يفتح من لاب من كمبيوتر فلغة عربية يحط لنا إياها. بس لازم تكون مترجمة. هي التيبس بتجي تلميحات صح بتجي الكلمة تلميحات. طيب ما حدا بيقدر ما حدا بيقدر يشير الشاشة من عنده. أستاذ خالد فينك تشير الشاشة من عنده؟ بس أنا أقفلكم قبل شوي. قفلنا مظبوط قفلنا كان حدا عم يمزح معنا أي شيء. لا ما في مشكلة. هي بالإنجليزي اسمها التيبس بالعربي اسمها ايوه هذه هي مظبوط. ليك الظاهرة عندها بالعربي مظبوط لانه نسخة نظام التشغيل عندها بالعربي. اما اذا كانت معربة نظام مثل عندي ما بتظهر الا بالانجليزي. هي النسخة عند فاطمة النسخة بالاصل العربي. باطي عدعونا نبدا العمل لو سمحتي. ظهرت عندها تحسين أداء الكمبيوتر. في عندك قائمة فينك تنقلي بيناتهم صح يمين يسار. حتى إذا اخترتي أنت مثلا إعدادات بدأت التشغيل عند الجهاز فتح إعدادات تمام. شو الخيار إذا ترجمت التيبس معناته إذا ترجمناها للتيبس شو بيكتبوا؟ تلميحات مترجمينها من فوق. الله يعطيك العافية. زائد 100 لأنك استجمت فوراً. خلاص فينك بدأت من امتحان. حما أمسى stop remote يسلمي. شباب صارت الساعة 8 عم يعطونا تنبيه. صار عم تعطينا تنبيه. تمام. هي تخصيص شاشة ابدأ تخصيص شاشة القفل. تمام هذول بكف. الله يعطيك العافية. في الشباب اللي عندهم أسئلة فينهم يسألوا والشباب اللي ما عندهم يعني الأخوة اللي ما عندهم أي سؤال أو استفسار فيني يغادروا بكل بساطة. الله يعطيكم يا رب. تفضلوا في عندكم أي سؤال أو استفسار؟ تمام. الله يعطيكم العافية جميعا. تحياتي للجميع وموعدنا بإذن الله يوم الجمعة القادم. الله يعطيكم ألف عافية. رح أبعث لكم المادة العلمية للويندوز هلأ على المجموعة. الاختبار رح يكون حكينا على الاختبار أكثر من مرة. اختبار رح يكون مجموعة من أسئلة اختيار متعدد. اختبار السبت الساعة 8 بتوقيت تركيا بإذن الله. الله يعطيكم العافية جميعا. تفضل استاذ توي. تفضل اسال. اختبار اللي هو الانسة جميلة عم تقول من لوين الاختبار.
اي سي تي المحور الاول، اي سي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هي اخ مشاهد رافع يده، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل. يعطيك العافيه استاذ، بس في سؤال عام تقريبا بالنسبه لاختصارات الت كذا مثلا او كنترول كذا حرف، هاي هذا الحرف هو اختصار لكلمه، في عندك مرجع اقدر اعرف هاي الكلمات ايش هي؟ هلا مرجع، افضل مرجع هو موقع مايكروسوفت نفسه، تمام؟ اكتب بس على جوجل اختصارات ويندوز فبيعطيك الموقع بالضبط، هو حبعت لك اياها. اختصارات بالعربي او بالانجليزي بدك اياه؟ لا انجليزي. انجليزي، فبنكتب ويندوز شورت كات، ويندوز اكتب 10 كمان او هو بيعطيك اياه شورت كيس. هلا في اختصارات ممكن ما يكون يعني الكلمة الكلام، والله ما حط الكلمة الكاملة. والله هشوف لك بتوقع هذا اللي بعت لك اياه على الشات بيحتوي على الأغلبية، حتى في اختصارات مثل ما شفت بتختلف ممكن بين نظام تشغيل والتاني. الستاندرد هو اللي حكيناه، ستاندرد ويندوز ال يعني بيقفل الكمبيوتر، ويندوز اكس فهو مثلا زر الويندوز اكس شو بيعطينا؟ يفتح لي مثلا هي زر الويندوز اكس، طيب يفتح لنا مين؟ ويندوز لوجو كي اللي هي القائمة السريعة، قائمة الوصول السريع فينا. التا بينقل لي بين النوافذ المفتوحة مثلا، زر الويندوز دي فهو بيبعتني على وين؟ على الديسكتوب. فهني حاطي لك كل واحدة منهم. هلا مثل مثلا التا ما في يعني التا ما هي الاختصار له معنى، هن حاطينها بهالشكل. ويندوز اكس هي اختصار، تمام؟ فهمت علي؟ هي ما الى مثلا كنترول سي، السي كوبي، كنترول في مثلا، الفي ما لصق، ما لصق بالانجليزي اللصق شو كان؟ بيست مثلا، كنترول بي المفترض، فما حاطينها هيك البيست، تمام؟ القط مثلا، القص اذا انت بدك تجي كات، فهي ما اذا انت رحت اخذت حرف السي فغلط لحدكم، فهمت عليكي؟ حتى هي الاختصارات فينك انت تعملها تخصيص كمان. ايوه تمام استاذ، هو انا اذا كان عرفنا الكلمه فبتسهل حفظ الاختصار. الحفظ ما بنحفظه، الحفظ ما بنحفظه، هذول بالتكرار بصير الموضوع سائم، التكرار هذا باللاوعي بتصير بدون مفكر. زر الويندوز دي خلصنا، تمام؟ كررهم بس تكررهم ما عند يعني كيف بدك تكررهم؟ تكررهم ما بشكل مقصود اني والله زر الويندوز دي، زر الويندوز دي، او تضغط زر الويندوز دي مره، التصقهم وحطهم هيك على طرف الشاشه وكل يوم كررهم لمده اسبوع بينحفظوا بطريقه يعني بسيطه كثير. في اختصارات كمان بالنسبه لبرامج الاوفيس كمان مهمه، مثل هلا الكيبورد مثلا كيف بتصير سرعة الكتابة أفضل، بصير الواحد بيكتب من دون ما يتطلع، بالممارسة بالتكرار فينا نقول بالممارسة. تمام، الله يعطيك العافية، الله يعافيك، يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيك يا رب. أستاذ دؤي تفضل، رافع عيدك. والله هذا موضوع الله يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيك يا رب. بس كنت أسألك إذا في برنامج لفك كلمة سر للرار؟ لا أنا لقيت على اليوتيوب،
بس كأنه بس كلمات بفك الكلمات البسيطة يعني. هاي البرنامج بعت لك يعني الشات. في أي سؤال تاني؟ في حد رافع يده كمان؟ تمام، الله يعطيكم العافية جميعا، ووعدنا إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة القادمة. تحياتي للجميع، وتتموا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الله.